أكدت الاتفاق خلال اللقاء الثلاثي في جنيف أمس، أكدت خلاله ضرورة عقد المؤتمر الدولي حول سوريا بأسرع وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إطلاق حوار شامل بين السوريين أنفسهم لاتخاذ قرارات جوهرية حول مستقبل بلادهم على أساس بيان جنيف. وفي بيان لها قالت الخارجية الروسية أن تركيبة وفد ممثلي المعارضة السورية كانت من بين المسائل الرئيسية على جدول الأعمال، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تعكس مجموعة واسعة من أبرز القوى السياسية وأطياف الشعب السوري كافة. كما تم مناقشة مسألة إمكانية تكوين وفد البلدان المشاركة مع التركيز على الحاجة إلى ضمان تأثيرها البناء على التقدم بالعمليات السياسية في سوريا. أوضح البيان أن روسيا شددت على رفض أي خطوات أحادية الجانب تتعارض مع الجهود الموحدة المبذولة من قبل روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل الانتقال إلى مسار التسوية السياسية للأزمة.